قوي. النادي الاهلي عمره ما بيتاثر حتى ولو لم يكن بطلا للدوري، حتى ولو لم يكن بطلا لافريقيا، حتى ولم يكن بطلا للكاس، هيفضل النادي الاهلي هو النادي الاهلي، وهيفضل جمهوره، هيزعل منه الجمهور، هيزعل شويه، ولكن هيفضل جمهوره واقف في ظهره، هيفضل مجلس ادارته بيتعامل مع الجميع بمنتهى الاحترام، مع الجميع بمنتهى الاحترام. هيفضل مجلس ادارته وجهازه ولاعيبته هم الافضل في التاريخ من 1907 وحتى الان. هو ده اللي اتعلمناه، هو ده اللي احنا هنعرفه. عمرنا ما هنتبادل ال حد زي ما قلت لحضراتكم، لما حد يجي يشتمك فانت الكبير فبتبص له. دايما لما النادي الاهلي ما بيبصش كده او ما بيبصش كده، النادي الاهلي بيبص كده لتحت، لان انت تحت، فهتفضل تشتم، تفضل تتكلم، وتفضل عايز تزق النادي الاهلي لتحت. مظبوط؟ عمر ما حد هيعرف يعمل كده، عمر ما حد هيعرف يعمل كده. النادي الاهلي مش محمود الخطيب. النادي الاهلي من 1907 وحتى الان عد الاسماء. كابتن خطيب ترس من التروس اللي كانت موجوده في النادي الاهلي. عندنا جزء هنتكلم، انا هتكلم بقى عن الكابتن خطيب في وقتها لما اجي اتكلم عنه. فهو ده النادي الاهلي. فقول زي اللي عايز يقول حاجه، يقولها، واللي عايز يتكلم يمين وشمال وفوق وتحت. عارفين لما شخص يبقى لابس قميص اورنج مثلا على بنطلون اخضر على جاكيت الوان تانية، تحس كده ان اللي قدامك ده كل شويه بكلمه وكل شويه بحاجه وكل شويه بلون وكل شويه بشكل وكل شويه ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ فاللي انا بقوله ان دايما او خلال الفتره القادمه جمهور النادي الاهلي واقف ورا جمهور، ورا مجلس ادارته، واقف ورا فريقه مهما كانت الظروف. زي ما قلت لحضراتكم عندنا مجموعات دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي المرشح الاول دائما للفوز بالبطوله الافريقيه. النادي الاهلي هو الاقرب دائما، او دايما الناس بترشحه ان هو يفوز بالبطوله الافريقيه حتى لو حصل عثرات خلال الفتره السابقه. حتى كل المنافسين بيقولوا كده. يعني النهارده بعد البطوله لما تيجي او بعد ما القرعه اتعملت، ناس لما اتكلمت قالت لك ان النادي الاهلي هو المرشح الاقرب او المرشح الدائم لهذه البطوله. حصلت عثرات في اوقات معينه، تمام، بنتعلم منها وبنبص عليها وبنشوفها علشان بعد كده ما تحصلش مره اخرى. بنزعل وبنتعب من جوانا، احنا بنزعل وبنتعب لان احنا ما بتحصلش معانا كتير، في انديه اخرى بتحصل معاها كتير قوي قوي. فكرة القدم دائما لا تعترف الا بالمجهود، وقبل المجهود طبعا المجهود من اللاعبين وكل حاجه، ولكن كرة القدم بدون الجمهور اللي بيبقى مالي الملعب بتبقى صعبه جدا. الله يكون في عونهم اي لعيب بيلعب بدون جمهور. انا من وجهه نظري ان هو بيبقى مظلوم ظلم كبير جدا. لو اللي حضراتكم شفتوه ده خلال الثلاث اربع خمس مباريات السابقه او الست مباريات السابقه، المرحله الاولى من وجود ريني فايلر مع النادي الاهلي، لو الجمهور كان مالي الاستاد كنت هتشوفه ضعف او اكتر. لو كل لعيب مطلع 100% لا هيطلع 200%، عشان الجمهور ده بيعمل حاجات كتير قوي. وهو ده اللي نتمناه خلال الفترة القادمة.